بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن مكمل غذائي بتثبت أبحاث علمية كتيرة جدا أنه مفيد لكل أمراض النظر، اللي حوالي يعني الأبحاث حوالي أكتر من 10 أمراض من أمراض النظر هذا المكمل الغذائي بيعالجها وبيفيد فيها فايدة كبيرة جدا. أول واحد فيهم ضعف النظر المرتبط بالتقدم في السن، ده معظم يعني الناس بتعاني من حكاية النظر بيضعف مع التقدم في السن وعملية الميوبيا اللي هي قصر النظر، كمان الشبكية بتاعة العين والتلف اللي بيحصل فيها ومرض الجلوكوما اللي عملنا عليه كذا حلقة أرجو الرجوع لهم. برضو هنتكلم عن الحاجات الأمراض دي، العشاء الليلي، كمان عندنا اليوفيتس اللي هو التهاب القزحية، عندنا اعتلال الشبكية السكري والتنكس البقعي، عندنا التهاب العصب البصري، عندنا كمان مرض وراثي اسمه الريتينايتس بيجمنتوزا اللي هو العمى التلوني، وده اللي هو مرض وراثي بيصيب يعني عدد حوالي 1 من كل 100 شخص في العالم ممكن يصاب بهذا المرض. دول بس أهم 9 أمراض، لكن لقوا إن هذا المكمل الغذائي ينتج داخل العين، هو مادة بينتجها المخ في غدة الصنوبرية اللي في المخ وبتساعد على النوم وبتساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للإنسان كلها، ولقوا كمان ان هو بينتج داخل الشبكية بتاعة العين بالخلايا المستقبلة للضوء، وانتاجه بيزيد بالليل، ولقوا كمان ان ضغط العين بيقل بالليل متزامنا مع انتاج هذه المادة. المكمل الغذائي ده اسمه ميلاتونين وله فوائد تانية كتيرة جدا في الجسم، بس النهاردة الحلقة دي مخصوص احنا بنتكلم على فوائده للعين. الميلاتونين لقوا ان هو زي ما قلنا كده بيصنع داخل الشبكية وبيقلل الضغط داخل الشبكية، دي كانت البداية. بعد كده عملوا تجارب وعملوا ابحاث على موضوع ضغط العين ده عشان يشوفوا هل الميلاتونين ممكن ينفع للجلوكوما، ان احنا نعرف يا جماعة ان في الجلوكوما ضغط العين بيعلى بسبب ان السائل الزجاجي بيتراكم عشان التصريف بتاعه بيقل، ده في حالة اللي هي الاوبن انجل جلوكوما او جلوكوما الزاوية المفتوحة، ودي النوع الشائع من الجلوكوما بيحصل ضغط بيزيد الضغط جوه العين، وحاليا العلاج بتاع الجلوكوما عملية صعبة جدا واتكلمنا عنها في حلقة قبل كده. فلما لقوا ان الميلاتونين بالليل بالذات ضغط العين بيقل، بالنهار ضغط العين بيزيد عند الجماعة اللي عندهم جلوكوما، الميلاتونين ده بيفرز بالليل، قالوا طيب في علاقة بين الميلاتونين وبين ضغط العين وبالتالي ممكن ينفع في الجلوكوما، وده اللي أثبتته الأبحاث، أثبتت إن الميلاتونين مفيد جدا في علاج الجلوكوما، ده بالنسبة للجلوكوما. لقوا كمان إن هو مفيد في علاج قصر النظر، الناس اللي عندها ميوبيا بيفيد فيهم بدرجة كبيرة جدا، لأن الميلاتونين لقوا إن هو يعني عنده قدرة هائلة ان هو يبقى مضاد للأكسدة او انتي اوكسيدنت، وبالتالي بيقلل التلف اللي بيحصل لعدسة العين. كمان استخدموه في علاج الـ AMD اللي هو مرض او ضعف البصر اللي بيجي مع تقدم السن، لقوا مفيد جدا في علاج الـ AMD، وده مرض بيصيب الإنسان بيضعف نظره مع الكبر وبالتالي ما بيقدرش يقرأ، وممكن توصل لمرحلة إن الجزء الخاص بالقراية في عينيه مش شايف بيه خالص، وعند بعض الناس يعني في الآخر حياتهم بيحصل عمى تام يعني. لقوا كمان إن العشاء الليلي النايت بلايندنس، الميلاتونين مفيد جدا جدا في العشاء الليلي، ولأنه هو بيساعد على إنتاج وزيادة إنتاج مادة تانية اسمها الجلوتاسيون، ودي مادة مضادة للأكسدة قوية جدا جوه العين، ودي بتقلل الالتهابات بتاعة العدسة في العين وبالتالي بتعالج أو بتحسن حالة العشاء الليلي.
مفيد جدا في علاج اليو في ايتس اللي هو التهاب القزحيه، تمام، ده مفيد جدا فيه. لقوا كمان ان هو دوره مهم جدا جدا في اللي هو اعتلال الشبكيه السكري. وطبعا اعتلال الشبكيه السكري ده مرض بيصيب تقريبا كل مرضى السكر من النوع الثاني، ومعظم مرضى السكر من النوع الاول تبدا عينيهم تعتم وتتعب، وده بسبب السكر. وعلاج العمليه دي صعب، انا اتكلمت عنه في حلقه او حلقتين قبل كده عن اعتلال الشبكيه السكري، وده بعلاجه حقن، والحقن دي غاليه جدا. فاذا كنا نقدر نمنع الموضوع ده ونقلله من البدايه يبقى ده احسن حاجه كويسه جدا. فاعتلال الشبكيه السكري او عتامه العين الخاصه بالسكر دي لقوا ان هو مفيد جدا ومهم جدا 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 فيها هذا الميلاتونين، الماده السحريه العجيبه دي. تمام. كمان تاني لقوا ان هو بيفيد في علاج التهابات العصب البصري. التهاب العصب البصري بيقلل الالتهابات اللي بتحصل فيه. كمان لقوا ان هو في الريتينايتس بيجمنتوزا، وده مرض وراثي، والناس كانت سالتني يعني عن هل في جديد في الموضوع ده، لان طبعا علاجه غالي جدا. هل ان لو عندنا طفل او شاب صغير عنده العمى التلوني ده، وده مرض جيني وراثي، البصر فيه بيبدا يضعف تدريجيا نظرا للالتهابات اللي بتحصل في الاجزاء الخاصه بالبصر اللي هي الرودز والكونز والحكايه دي، والالتهابات دي بتزيد مع السن، ويبدا المريض ما يشوفش بالليل كويس، يجيله زي عشاء ليلي، وبعد كده ما يشوفش كويس، يا دوب يعرف فرق بين النهار والليل، وبعد كده فممكن يفقد البصر تماما. لقوا ان الميلاتونين بيخش جوه الرودز والكونز دي ويضاد عمليات الالتهابات وعمليات الاكسده اللي بتحصل ويقللها، وبالتالي بيأخر لنا عمليه تدهور النظر الخاص بالعمى التلوني ده بدرجه كبيره جدا. هو ما بيمنعش هذا الكلام يعني، ولكن هو بيقلله وبيأخر درجه حدوثه. عملوا حاجة جميلة جدا في موضوع ضعف النظر الخاص بتقدم السن، أو المرض الـ AMD أو الـ Age Related Macular Degeneration، اللي هو يعني المرض بيصيب أو بيسبب ضعف النظر في الكبار. جابوا مرضى ودوهم الميلاتونين ومعاه زنك ومعاه سيلينيوم. عناصر الزنك والسيلينيوم انتوا عارفينها وموجوده في الاجزخانات يعني كمعادن مفيده جدا ومضادات للاكسده، عشان هم عارفين الحاجات دي مضاده للاكسده. ودوهم لفئران تجارب لمده 6 شهور. فمن اول شهر بدا عمليه التحسن في المرض عندهم. هم جابوا لهم طبعا يعني بيصيبوا الفئران بحاله تساوي الانسان يعني، لقوا في تحسن في عندهم في قوه النظر، وتحسن في وظائف العين، ولقوا بعد 6 أشهر قاع العين نفسه بقى شغال كويس وتحسنت الوظيفة بتاعته. فهم بينصحوا بإيه بقى؟ بيقولك إن يعني ينصح بتناول 3 ميلي جرام من الميلاتونين يوميا علشان موضوع علاج ضعف النظر المرتبط بالسن اللي هو الـ AMD، مرض الـ AMD ده. فعلى اقل 3 ملي جرام يوميا. وطبعا الميلاتونين يا جماعه لازم يتاخد مساء بالليل عند النوم، يعني تاخده الساعه 9 و10 بالليل، وبعد ساعه لازم تكون نايم. ممنوع انك تقعد تذاكر وتقرا حاجات والكلام ده، بيفيد النظر كويس جدا اذا خدته بالليل، وبيساعد على تجديد الخلايا بتاع الشبكيه. لكن انت لو خدته مثلا بالنهار، ولا جانب ان هو انت كده بلخبطت الدنيا، بيعمل عكس كده خالص. فلازم انك انت لما تاخده بعدها تنام، وهو بيساعد على النوم. ده تعتبر ميزة او عيب على حسب الانسان، هل هو عنده مشكلة في النوم وفي صعوبة في النوم فده يبقى ميزة له، لكن لو هو بينام كتير الميلاتونين هيبقى عنده فيه مشكلة فيه، لان هو ممكن يزود له عدد ساعات النوم. كمان الكاتاركت او الميه البيضه اعتام عدسه العين
لقوا ان الميلاتونين مفيد جدا في علاج ومنع اعتام عدسة العين اللي هي المية البيضاء او بيسموها الكاتاركت. لقوا مفيد جدا في موضوع الاعتام بتاع عدسة العين ده. حاجة كمان لقوها برضو الميلاتونين بيعملها ان هو بيزود افراز الدموع. بيزود افراز الدموع ودي حاجة مهمة للجماعة اللي عندهم جفاف العين. علاج يعتبر بقى علاج كويس بيؤدي الى تخفيف حالة جفاف العين. مشكلة كبيرة جدا موضوع جفاف العين دي. طيب ازاي بقى نحصل على الميلاتونين؟ هو موجود كمكمل غذائي. هو مادة اقوى ينتجها الجسم وبيصنف من الهرمونات، ولكن بسبب ان هو سيف وامن جدا فبيعتبر كمكمل غذائي. من الاسف مش موجود في مصر، ما فيش شركة بتنتجه في مصر، وده نداء الى كل شركات الادوية في مصر ان هم ينتجوه، لان يعني بدأت الناس تعرف ميزاته وتعرف فوائده وبدأت الاقبال عليه يزيد، فضروري ان احنا ننتجه في مصر. حاليا بنجيبه من بره. يعني انا لما عرفت فوائده دي من اكتر من حلقه وحاجات تانية عليه كمان، بعت جبت اكتر من عبوه، ودول ليا يعني، انا جايب عندي اكتر من عبوه من اكتر من شركه، لان احنا عندنا معظم العلب بتاعته او العبوات بتاعته بتيجي 5 مللي جرام، في بعضهم 3 مللي جرام، فالجرعه الطبيعيه للانسان 5 مللي جرام. ففي نوع بلع يعني بيتاخد بلع، الراس بتتبلع على طول 5 مللي جرام زي ده كده، بتاخد القرص بالليل قبل ما تنام بساعه، وده مفعوله بيبقى اقل شويه من الحاجات اللي تتمضغ او تتاخد تحت اللسان. ليه مفعوله اقل شويه؟ لان ده ماده طبيعيه يا جماعه، فالكبد عارفها ومتدرب عليها، فأي حاجة بتتاخد عن طريق الفم وتنزل المعدة بتعدي على الكبد، فبيكسر جزء كبير منه فبيقلل فايدته. فمعظم الناس اللي بتاخده بلع بيبقى فايدته أقل. في كمان نوع أو اتنين، يعني ده عندي هو شركة تانية سريع الذوبان، أنا لسه طبعا ما استخدمتوش، هو سبلينجوال. فهو ده بيتحط تحت اللسان، سريع الذوبان ده ما بيتبلعش، فطبعا امتصاص بتاعه بيبقى اسرع بكتير جدا، والجرعه اللي توصل للدم بتبقى اكبر بكتير جدا. ده كمان برضو سريع الذوبان، وهل هو اعصاب لينجوال برضو، يعني بيتاخد تحت اللسان، بتمضغه او تاخده تحت اللسان وبيمتص بسرعة، وفي نفس الوقت بيديه جرعة كبيرة جدا. دول الثلاث منتجات يعني احد الاصدقاء جابهم لي. وطبعا العبوة من بره بتبقى هو رخيص مش غالي، يعني بتبقى فيها حوالي 120، في بعضهم 240 قرص، يعني حوالي كف كام شهر ده 8 اشهر او 120 قرص. فبتاخد بالليل، لازم يا جماعة يتاخد بالليل، وبإما بعض الأمراض دي بيعالجها خالص أو بيؤدي إلى الوقاية أو تأخير التدهور اللي بيحصل فيها، زي عملية الريتينايتس بيجمنتوزا ده، وزي الديابيتك ريتينوباسي اللي هو التهاب أو اعتلال الشبكية السكري. رجاء يعني اللي كان سمع عن الميلاتونين ده يقول لي استخدمه لإيه؟ هل هو استخدمه بس للنوم بس زي ده الشائع، أو استخدمه عشان هو مضاد للشيخوخة ودي استخدامات جديدة له؟ استخدمه في ايه؟ وهل هو فعلا يعني ياخده يجربه لو عنده مشاكل في النظر يجربه ويمشي عليه شهر 2 3 4 6؟ انت ممكن تفضل ماشي عليه شهور طويلة جدا عشان تشوف النتيجة بتاعته. النتيجة بتاعته مش في خلال يوم او 2 او 3، ده حاجة بتزود يعني كمية الميلاتونين اللي جسمك بيطلعه عشان تفيده صحيا، فبناخد النتيجة بتاعتها تدريجيا يا جماعة. في حاجة بس في كمان نحب نقول برضو بالنسبة للميلاتونين يعني كمكمل غذائي، لكن هل الميلاتونين موجود في بعض الأغذية أو بعض النباتات أو الأعشاب؟ هو موجود في أغذية كتيرة جدا، موجود في اللبن، موجود في بعض الفواكه، موجود في السمك، موجود في بعض الخضروات، موجود في أعشاب زي الكاموميل اللي هو البابونينج، يعني بس مش الشيح البابونينج، مش الشيح الخرساني، الشيح البابونينج، البابونينج اللي مشربه ده زي الشاي عشان
يساعد على النوم. في سانت جونز وورت اللي هي سانت القديس جونز دي برضو فيها كمية ميلاتونين. والجماعة الصينيين كانوا يخلطوا النباتات دي علشان يدوا الميلاتونين أو يدوا كمية من الميلاتونين للإنسان. فاللي خايف من المكملات الغذائية مش عاوز ياخد مكملات غذائية يشرب كمية لبن كتير بالليل. الموز برضو فيه نسبة ميلاتونين. السمك فيه بس طبعا مش تقدر تاكل سمك بالليل قبل ما تنام. وفي الكاموميل ممكن تعمل شاي الكاموميل ده وشاي شاي مشروب الكاموميل ده طعمه حلو جدا وبيساعد على تهدئه الاعصاب وبيساعد على النوم. انا ليا رجاء ان احنا دلوقتي يعني ان احنا نضغط لايك على الفيديو ونشترك في القناه. وكمان في قناه جديده الثانيه اللي احنا فتحناها ارجو ان كنتوا هتلاقوا اللينك بتاعتها في اول تعليق. ارجو ان كنتوا تروحوا لها تشتركوا فيها كمان لان في حاجات جديده هنقدر هنقدمها بعد كده في القناه دي هتبقى مفيده للناس كلها ان شاء الله تعالى. ده اللي عندنا النهارده بالنسبه للميلاتونين وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.